سعيدة جدا يكون للمرة الثانية في مهرجان مراكش. كنت متواجدة العام الماضي بعد أن توقف المهرجان لمدة عام، وسعدت بعودة المهرجان لأنه المهرجانات الجيدة الجادة الناجحة التي تحقق شهرة عالمية وتحقق يعني رؤية جيدة للآخر أو من الآخر لنا كعرب، يجب أن ندعمها ويجب أن نتواجد فيها ويجب أن نتعلم منها ويعني نستثمر فيها.